الامريكي سبوره نت. اليوم ان شاء الله باش نحكي لكم على الاعداد الكسريه، بالطبيعه باش نعطيكم ملخص للدرس قبل ما نتعدى نخدموا التمارينات، باش نعرف شنو هي الاعداد الكسريه، العمليات على الاعداد الكسريه، الاختزال الاعداد الكسريه، فهمنا؟ باهي، اول حاجه باش نعملوا باش نبدو به هو تعريف العدد الكسري. شنو هو العدد الكسري؟ يعني باش نبدو بالتعريف. العدد الكسري هو كتابة عددية في صيغة A على B، هي كتابة عددية في صيغة A على B، بحيث A شنو يمثل؟ A هو عدد صحيح طبيعي يمثل بسط الكسر، و B كيف كيف هو عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر يمثل مقام البسط. B الـ B يلزم يكون مخالف للصفر، فهمنا؟ هذه هو الشرط متاعي، إنه B مخالف للصفر، ما نجمش نعمل A على صفر، هذه ما تجيش، حتى بالكالكولاتريس بالآلة الحاسبة كي تدخل تعملوا A على صفر باش تعطيكم، معناها لا يمكن حساب هذه العملية، فهمنا؟ إذا هذا هو تعريف العدد الكسري. باهي نزيدو نمشو بعيد شوي، شنو هو العدد الكسري بالضبط؟ العدد الكسري هو نسبة من شيء ما، إذا نحطو التعريف متاعنا، يمثل العدد الكسري، يمثل العدد الكسري، معنى التمثيل متاع شنو هذا؟ A على B، نسبة من شيء ما، نسبة من شيء ما يمثل فيها المقام عدد أقسام الوحدة، إذا المقام هو يمثل عدد أقسام الوحدة، تنفسر لكم أكثر، عدد أقسام الوحدة، والبسط شنو يمثل البسط؟ البسط هو عدد الأجزاء من الوحدة، والبسط يمثل عدد الأجزاء من الوحدة. اش معناها؟ مثال مش ناخذ الكسر متاعنا 4 على 7، الكسر هذا 4 على 7، اذا هو هذا يمثل خط العدد الكسري، هذا هو البسط، هاك اللي قلنا البسط هو عدد الاجزاء من الوحدة، اذا هو عدد الاجزاء، والمقام هو عدد الاقسام الوحدة، عدد الاقسام هذي. تفهمنا؟ مثال عندي عندي 7 كرات، خذيت منهم 4 أكهو، إذا عدد الأجزاء هما 4، والعدد الأقسام اللي يعني عدد الكامل للكرات هما 7، فهمنا؟ باهي، هذا هو التعريف متاع العدد الكسري. باهي، باش نتعدى النقطة موالية، كل عدد كسري، هذه خاصية من خاصية الأعداد الكسرية، كل عدد كسري هو مجموع لعدد صحيح طبيعي، إذا هو مجموع لعدد صحيح طبيعي وعدد كسري أصغر من واحد. إيش معناها؟ معناها أي عدد كسري نجم نفكه لزوز أعداد، عدد واحد هو مجموع واحد عدد صحيح طبيعي والآخر أصغر من واحد. كيفاش؟ مثلا عندي 9 على 4، كيفاش نخدم هذه؟ طريقة سهلة، نجي نعمل القسمة الإقليدية 9 على 4، شنو باش تعطيني 9 على 4؟ باش تعطيني 2، 2 في 4 8 والباقي واحد، إذا 9 على 4 يساوي شنو؟ يساوي 2 ضرب 4 مع 1، هكا ولا؟ إذا 9 على 4 يساوي 8 على 4 مع 1 على 4، تفهم؟ 8 على 4 هي شنو؟ هي 2، إذا يساوي 2 مع 1 على 4، 9 على 4 يساوي 2 مع الباقي متاعي ما 1، إذا 1 على 4، 1 قسم 4، تفهمنا؟ هذا هو، إذا هنا عدد صحيح طبيعي وعدد كسري أصغر من واحد. نتعدوا نخدموا مثال آخر، مثال عندي الكسر 18 على 5، نجي كيف نعمل القسمة الإقليدية 18 قاسم 5، شنو باش تعطيني هذه 3؟ 3 في 5 15 والباقي 3، إذا 18 على 5 يساوي 3، هذاك هو العدد صحيح طبيعي، مع الباقي هو 3 على بالطبيعة نحطو على 5، فهمنا؟ إذا هنا مجموع لعدد صحيح طبيعي وعدد كسري أصغر من واحد. نزيدو نتعدو نخدمو مثال آخر باش نزيدو نفهمو بيه أكثر، 11 على 7، نجي نعمل القسمة الإقليدية لـ 11 على 7، باش تعطيني 1، 1 في 7، 7 والباقي 4، إذا 11 على 7 يساوي 1 مع 4 على 7، فهمنا؟ هاني قسمتها لعدد صحيح طبيعي وعدد كسري أصغر من واحد. نتعدى لآخر مثال 23 على 6، إذا شنو نجي نعمل؟ نجي نعمل القسمة الإقليدية كيف كيف العادية لـ 23 قاسم 6 باش تعطيني 3، 3 في 6 باش تعطيني 18 والباقي 5، إذا يساوي 3، أو هذاك خارج القسمة مع 5 على 6، تفهمنا؟ إذا كل عدد كسري نجم نحطه هو مجموع لعدد صحيح طبيعي، هاني 2، 3، 1 و 3، وعدد كسري أصغر من 1، 1 على 4 أصغر من 1، 3 على 5 أصغر من 1، 4 على 7 أصغر من 1، و 5 على 6 أصغر من 1. عدى النقطة الموالية واللي هي اختزال العدد الكسري، كيفاش باش نختزل العدد الكسري؟ إذا عندي عدد كسري نحب نختزله، شنو هو نعمل؟ نقوم بقسمة بسطه ومقامه على نفس العدد الصحيح الطبيعي، إذا الاختزال هو قسمة بالطبيعة إن أمكن،
بسطه ومقامه على نفس العدد الصحيح الطبيعي، العدد الصحيح الطبيعي بطبيعة، وذلك حسب الإمكان. إن أمكن مش ناخذ تطبيقات باش نفهموا بهم أكثر، باش ناخذ 8 قاسم 14. إذا هذوما باش نقسمهم على عدد صحيح طبيعي بحيث يكون الاختصار إلى أقصى حد. 8 تقبل القسمة على 2 ولا تقبل، وأربعة عشر تقبل القسمة على 2. إذا باش نجي جواب مخالف، إن شاء الله باش نجي نعم، باش نجي نقسم 8 على 2 ونقسم 14 على 2، راهو يلزمني نقسمهم على نفس العدد باش العدد نتاعي يبقى عنده نفس المعنى. إذا 8 على 2 باش تعطيني 4، و 14 على 2 باش تعطيني 7. باهي، شنو نلاحظ؟ أن 4 و 7 هل أنه بيناتهم عامل مشترك، معناها نجم نقسمهم على عدد الزوز ونلقى عدد صحيح طبيعي؟ لا. إذا هذا هو الاختصار إلى أقصى حد نتاع عدد 8 قاسم 14. نتعدى العدد الموالي اللي هو 10 على 18. كيف كيف نلاحظ أنهم الزوز يقبل القسم على 2، إذا نقسم على 2 ونقسم على 2، شنو باش تعطيني لهنا؟ باش تعطيني 5، و 18 على 2 9. ما عادش نجم نقسم مع العدد داخل، هذاك هو أقصى حد نتاعي. هذا المثال الموالي اللي هو 6 على 15. شنو نلاحظ لهنا؟ إنه 6 تقبل القسمة على 3 و 15 تقبل زاد القسمة على 3. إذا نجي نقسم هذه على 3 ونقسم هذه على 3، شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 6 على 3 باش تعطيني 2، و 15 على 3 باش تعطيني 5. هذا أقصى حد، ما عادش نجم نختصرهم أكثر. باهي، نخدم المثال الموالي. عندي المثال 18 على 21. إذا شنو نلاحظ؟ إنهم زوز عدد هذوما كيف كيف يقبل القسمة على 3. إذا نقسم 18 على 3 ونقسم 21 على 3، شنو باش تعطيني لهنا؟ 18 قاسم 3 باش تعطيني 6، و 21 قاسم 3 باش تعطيني 7. ما عادش نجم نختصرهم أكثر من حد هيك. تعدى الكسر الأخير 35 قاسم 45. شنو نلاحظ؟ العدد الزوز يقبل القسمة على 5، إذا نقسم 35 على 5 ونقسم 45 على 5. 35 قاسم 5 باش تعطيني 7، و 45 قاسم 5 باش تعطيني 9. ما عادش نجم نختزلهم أكثر من حد هذا، تفهمنا؟ إذا نقسم البسط والمقام على نفس العدد بصورة إني نتحصل على زوز أعداد ما عادش عندهم قابلية للقسمة، تفهمنا؟ خاطر 6 ما عادش نجم، 6 و 7 ما بيناتهمش يعني مضاعف مشترك باش نزيد نقسمه، تفهمنا؟ إذا هذا هو أقصى حد نتاعهم. كيف كيف لهنا قسمت على 5، لهنا قسمت على 2 على 3، ولهنا قسمت على 2. العدد اللي نقسم عليه البسط هو بيدو العدد اللي نقسم عليه المقام. علاش؟ تو لهنا شنو عندي؟ مثال عندي 18 على 21 قسمتهم زوز على 3، إذا يساوي 6 على 7. نجم نكتب 18 على 21 18 على 21 هو بيدو نفس العدد 6 على 7 هو بيدو. باهي، ولكن في صورة ما إذا قسمت مثلا البسط على 3 وقسمت المقام مثلا على 2، مانيش باش نتحصل على نفس العدد اللي قال لي تي هذه المساواة هذه، مانيش باش نتحصل عليها. باهي، إذا نجم نحوصل، باش نعطيكم يعني الطريقة لاختزال عدد كسري إلى أقصى حد، يكون اختزال عدد كسري كما كنت نعمل في العدد اللي خدمته إلى أقصى حد بقسمة بسطه ومقامه على شنو نقسم فيما الأعداد صحيح، وشنو هما يمثلوا عددكم على أكبر قاسم مشترك لهما. إذا على أكبر قاسم مشترك، فهمنا شنو معناتها؟ لأن كي نرجع للتمرين متاعي لهنا قسمت على 2، 2 هي القاسم المشترك الأكبر ل 18 و 14. لهنا كيف كيف 2 هي القاسم المشترك الأكبر ل 10 و 18، 3 تمثل القاسم المشترك الأكبر ل 6 و 15، لهنا كيف كيف 3 هي القاسم المشترك الأكبر ل 18 و 21، و 5 هي القاسم المشترك الأكبر ل 35 و 45. إذا باش نختزل عدد كسري إلى أقصى حد، أول حاجة شنو نعمل؟ نلوج على القاسم المشترك الأكبر للبسط والمقام ونقسم عليه العدد نتاعي، باش نعمل تطبيق آخر باش نزيدو نفهمو بيه أكثر. باهي، عندي العدد هذا اللي هو عفوا 16 على 20. إذا باش نختزلو إلى أقصى مقام شنو نجي نعمل؟ نجي نلوج على القاسم المشترك الأكبر اللي ما بين 16 و 20. شنو نجي نعمل هنا؟ نقسم بالطبيعة الفكك 16 إلى جذاء عوامل، لهنا قاسم 2، 16 قاسم 2 باش تعطيني 8، 8 على 2 باش تعطيني 4، 4 على 2 باش تعطيني 2، و 2 على 2 باش تعطيني 1. إذا 16 يساوي 2 قوة 4. كيف نجي ل 20؟ 20 شنو باش نعمل؟ باش نقسمها على 2 باش تعطيني 10، باش نقسمها على 2 باش تعطيني 5، 5 باش نقسمها على 5 باش تعطيني 1. إذا 20 يساوي 2 قوة 2 ضارب 5 قوة 1. إذا شنو القاسم المشترك الأكبر بين 20 و 16؟ القاسم المشترك الأكبر ل 16 و 20 هو بطبيعة الدرس الفايت هو 2 قوة 2، هكا ولا 2 قوة 2 اللي هو 4. إذا باش نختزل المقام الكسر نتاعي عفوا إلى أقصى حد، شنو نجي نعمل؟ نجي نقسم هذايا على 4 ونقسم هذايا على 4، تفهمنا؟ شنو باش يعطيني 16 على 4؟ 16 على 4 باش تعطيني 4، و 20 على 4 باش تعطيني 5. إذا 4 على 5 هو
أصغر حد لاختزال الكسر 16 على 20، تفهمنا؟ عدد الكسر الموالي 36 على 42، كيف كيف؟ باش نجي نقسمهم إلى فكاكهم إلى جذع عوامل أولية، باش نعمل 36 على 2 شنو باش تعطيني هذيا؟ إذا عندي 15 ونزيدها 3 باش تعطيني 18، 18 على 2 باش تعطيني 9، 9 على 3 باش تعطيني 3، 3 على 3 باش تعطيني 1، إذا 36 شنو تجيني لهنا؟ 36 يساوي 2 قوة 2 ضارب 3 قوة 2، باهي؟ نفس الطريقة باش نجي نفكك 42 إلى جذع عوامل أولية، 42 تقبل القسمة على 2 باش تعطيني 21، 21 على 3 باش تعطيني 7، 7 على 7 باش تعطيني 1، إذا 42 يساوي 2 قوة 1 ضارب 3 قوة 1 ضارب 7 قوة 1. إذا شنو القاسم المشترك الأكبر اللي بيناتهم؟ القاسم المشترك الأكبر ما بين 42 و 36 يساوي شنو عندي لهنا؟ 2 قوة 1 و 3 قوة 1، إذا هي 2 ضرب 3 يساوي 6. إذا شنو نجي باش نعمل الكسر متاعي؟ هذا باش نقسمه على 6، وهذا كيف كيف باش نقسمه على 6، تفهمنا؟ إذا هذا باش نكون بالطريقة هذه اختصرت الكسر متاعي إلى أقصى حد. إذا هذه 36 على 6 باش تعطيني 6، و 42 على 6 باش تعطيني 7، إذا الاختزال متاعي هو 6 على 7، تفهمنا؟ إذا كحوصلة إني كي بدا عندي كسر باش نختزله إلى أقصى حد، نجي نشوف على القاسم المشترك الأكبر ما بين البسط والمقام، نقسم عليه البسط ونقسم عليه المقام تاعي. إذا الأعداد هذوما اللي تحصلت عليهم 6 و 7 شبيه أوليين فيما بينهما، إذا وقتاش يكون عدد كسري مختزل إلى أقصى حد؟ إذا كان بسطه ومقامه أوليين فيما بينهما. إذا الأعداد اللي تحصلت عليهم هما أوليين فيما بينهما، يكون عدد كسري مختزل إلى أقصى حد إذا كان بسطه ومقامه شبههم أوليين فيما بينهما. إذا نختزل الكسر بتاعي باش نتحصل على بسط ومقام أوليين فيما بينهما. هذا النقطة الموالية واللي هي توحيد الأعداد الكسرية، معناها توحيد المقامات. ب شو معناتها توحيد الأعداد الكسرية؟ معناتها عندي جزء أعداد كسرية، مثال عندي 2 على 3 وعندي 4 على 5، باش نوحدهم هذوما، شو معناتها؟ معناتها باش نرد عندهم نفس المقام، باهي؟ هذا شنو المقام تاعها 3 وهذا المقام تاعها 5، إذا باش نوحد باش نوريكم الطريقة شنو نجي نعمل؟ نجي الكسر الأولاني اللي هو 2 على 3 أقوم بضربه في مقام الكسر الثاني، معناتها 2 على 3 باش نضربها في 5، باش نضربه في 5، شنو باش نتحصل هنا؟ باش نتحصل على 10 على 15، فهمنا؟ باهي، والكسر الثاني اللي هو 4 على 5 أقوم بضربه في مقام العدد الأول، معناتها باش نضربه في 3، باش نضربه في 3، شنو باش نتحصل لهنا؟ باش نتحصل على 12 على 15، إذا تحصلت على زوز أعداد كسرية بالطبيعة مساويين للأعداد نتاعي الأولانيين وعندهم نفس المقام 15 و 15، باهي. شنو نستحقوه نحن توحيد الأعداد الكسرية؟ نستحقوه في عملية الجمع والطرح، باهي. إذا باش نتمكن من توحيد الأعداد الكسرية باش نتعدى نخدم عملية الجمع والطرح نلقوا احنا حاضرين. إذا نعطو الحوصلة نتاعنا لهنا كيما مستنسين، يكون عددان كسريين موحدان وقتاش؟ إذا كان لهما نفس المقام، إذا كان لهما نفس المقام، باه. كيفاش باش نلوج عليه هذا المقام المشترك؟ بالطبيعة مش نضرب كيما وريتكم، وإلا عندي طريقة هذه، ويكون بالطبيعة مش نلوج على أصغر مقام، أصغر مقام مشترك، أصغر مقام مشترك لهما ولا بينهما، لهما هو شنو؟ هو أصغر مضاعف مشترك للمقامين بالطبيعة بخلاف الصفر، هو أصغر مضاعف مشترك للمقامين بعد الصفر. اذا باش نوحد المقامات نجي نلوج على اصغر مضاعف مشترك للمقامين، باهي. باش نعمل تطبيق باش نفهموا به. مثال عندي العدد 5 على 6 و4 على 9، شنو باش نجي نعمل هنا؟ باش نجي نلوج على اصغر مقام مشترك، اصغر مضاعف مشترك للمقامين اللي هما للستة والتسعة. علاش باش نوحد المقامات؟ باهي، نجي نفكك ستة إلى جذع عوامل كما مستانسين، قاسم اثنين باش تعطيني ثلاثة، ثلاثة قاسم ثلاثة باش تعطيني واحد، إذا ستة يساوي اثنين قوة واحد ضرب ثلاثة قوة واحد، باهي.
ونجي لهنا باش نفكك التسعة، راهم الدروس مربوطين ببعضهم، قاسم ثلاثة باش تعطيني ثلاثة، قاسم ثلاثة باش تعطيني واحد، إذا التسعة يساوي ثلاثة أو اثنين. شنو باش نجي نلوج؟ باش نجي نلوج على أصغر مضاعف مشترك، إذا المضاعف المشترك الأصغر لشنو؟ لستة وتسعة. شنو نجي نعمل؟ نجي ناخذ الأعداد المشتركة وغير المشتركة مع مراعاة أكبر دليل قوة، إذا هو اثنين قوة واحد ضرب ثلاثة قوة اثنين، اللي هي اثنين في التسعة يساوي 18. فهمنا؟ إذا لهنا المشترك بينات ذوما العدد ذوما الزوز هو معناها المقام المشترك بيناتهم هو 18. فهمنا؟ إذا لهنا باش نتحصل على 18 ولهنا باش نتحصل على 15. تسعة باش نتحصل على 18 شنو نعمل؟ نضربها في الاثنين، إذا مادامني تسعة ضربتها في الاثنين لازم نضرب الأربعة في الاثنين. وستة باش نتحصل على 18 بالطبيعة نضربها في ثلاثة وهذه نضربها في ثلاثة. إذا شنو باش يجي عندي لهنا؟ باش يجي عندي ثمانية ولهنا باش يجي عندي 15. فهمنا؟ إذا أول مرحلة نلوج على المضاعف المشترك الأصغر، ومن بعد نشوف تسعة كيفاش تحصل 18 كيفاش تحصلت عليها من تسعة، و 18 كيفاش تحصلت عليها من ستة. العدد اللي ضربت فيه المقام بالطبيعة نضرب فيه البسط باش يبقى عندي نفس العدد الكسري. إذا نخدموا عليه بعض الأمثلة، مثال باش ناخد سبعة على ثمانية، وباش نخدم 11 على 20 باش نوحد المقام تاع العدد هذوما والعددين هذوما الزوز، باش ناخذ 5 على 12 وباش ناخذ 11 على 18، إذا باش نوحد مقامات العدد هذوما الزوز. الطريقة الأولى إني نضرب، قلت لك نضرب 7 على 8 في 20، نضرب 11 على 20 نضربهم في 8. الطريقة الثانية إني لوج على المضاعف المشترك الأصغر، إذا 8 باش نقسمها على 2 باش تعطيني 4، 4 على 2 باش تعطيني 2، 2 على 2 باش تعطيني 1، إذا 8 هي 2 قوة 3. باهي، وعشرين كيف كيف، عشرين شنو باش تعطيني؟ إذا عشرين باش نقسمها على اثنين باش تعطيني عشرة، باش نقسمها على اثنين باش تعطيني خمسة، خمسة على خمسة باش تعطيني واحد، إذا عشرين يساوي اثنين قوة اثنين ضرب خمسة قوة واحد. المضاعف المشترك الأصغر بيناتهم هو اثنين قوة ثلاثة ضرب خمسة، معناتها ثمانية ضرب خمسة اللي هي 40. فهمنا؟ إذا لهنا شنو باش نجي نحط؟ لهنا باش نجي نحط 40، وبالطبيعة لهنا كيف كيف باش نجي نحط 40. إذا العشرين من العشرين لربعين شنو عملت لهنا؟ ضربتها في الاثنين. إذا مادامني ضربت هذه في الاثنين، هذه باش نضربها في الاثنين، وثمانية لربعين ضربت في الخمسة، وهذه ضربت في الخمسة، إذا شنو باش يعطيني لهنا؟ لهنا باش يعطيني سبعة في الخمسة 35، ولهنا باش تعطيني 11 في الاثنين باش تعطيني 22، هكا عندهم نفس المقام المشترك اللي هو 40. باهي، نتعدى نخدم المثال الموالي، كيف كيف لهنا باش نجي 12 نقسمها نفككها إلى جداء عوامل الأولية باش تعطيني 2، 6 على 2 باش تعطيني 3، 3 على 3 باش تعطيني 1، إذا 12 كيفاش تتكتب؟ 12 هي 2 قوة 2 ضرب 3 قوة 1. 18 كيف كيف، شنو باش تعطيني هنا؟ على 2 باش تعطيني 9، 9 على 3 باش تعطيني 3، 3 على 3 باش تعطيني 1، إذا 18 هي 2 قوة 1 ضرب 3 قوة 2. شنو هنا المضاعف المشترك الأصغر اللي بيناتهم؟ هو 2 قوة 2 ضرب 3 قوة 2، معناتها 4 ضرب 9 اللي هي 4 ضرب 9 36، إذا لهنا باش تجيني 36 ولهنا باش تجيني 36. 18 كيفاش من 36 شنو عملت لهنا؟ ضربت في الاثنين، إذا هذه باش نضربها في الاثنين وهذه باش نضربها في الاثنين باش تعطيني لهنا 22. باهي، ومن هنا من 36 ل 12 كيفاش عملت؟ باش نتحصل على العدد اللي ضربت فيه ال 12، طريقة سهلة، نجي 36 باش نقسمها على 12 باش تعطيني 3 لهنا 36، إذا هذه ضربتها في 3، هذه باش نضربها في 3 باش تعطيني 15، وهاني تحصلت على نفس المقام اللي هو 36. فهمنا؟ يا إما نلوج على المضاعف المشترك الأصغر، يا إما كيما وريتكم نضرب هذوما في 7 على 8 نضربها في 20، و11 على 20 نضربها في 8. فهمنا؟ باهي، بالفيديو هذا كنا بديت لكم فيه الأعداد الكسرية، عطيتكم ملخص على توحيد المقامات، تعريف الأعداد الكسرية. هذوما باش نستعملوهم بعد في العمليات على العدد الكسري ان شاء الله، باش نكمل نعطيكم التلخيص في الفيديوهات الجايه، وتابعوني على سابورا نت.